عدي فوق لا ملعوبة حلوة أموت. ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. مرة أخرى الاحترافية وضبط المصطلحات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 560 في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها: مقالي وما قالوا، حق النقد ونقد الحق، الغربال طموحات تلامس رأس الرجاء الصالح، بعضمة لساني، فرحة غامرة ورسالة باكية، الشموع الحمراء، عبد الوهاب سليم والثالوث الغالي، أسرار الملك 7 مليون وصديق وقالوا خطفوه، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. باشمهندس، مقالي وما قالوا، حق النقد ونقد الحق. ممكن نقول بس حتة ضبط المصطلحات دي وبعدين نخش في مقال؟ تفضل. ها؟ تفضل. موضة. كل ما يحصل حاجة أقول لك أصل الأهلي ما تعملش باحترافية في الموضوع ده. آخرها موضوع فايلر. أصل والحقيقة ناس كبيرة ومفروض إنها محترفة بتقول هذا الكلام. لدرجة إن ساعات يحطوا يعني يفرغوا الكلمة من مضمونها ويدوا لها هالة من القدسية أكنها حاجة غامضة قوي. الاحترافية المهنية. المهنية مش المهنية، المهنية اللي بيصلحها لي إبراهيم على طول. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه، وكأن النادي الذي كان سباقا في استشراف التسويق الرياضي وعمل إدارة للتسويق الرياضي، ثم أنشأ شركة للتسويق الرياضي والإنتاج الإعلامي، ثم أنشأ إدارة لإدارة كرة القدم بميزانية مستقلة، ثم أنشأ شركة لإدارة كرة القدم وشركة بإذن الله للإستاد وشركة للسياحة، والنادي الذي يعني لديه في إدارة كرة القدم لجنة للتخطيط ومشرف عام على كرة القدم هو رئيس النادي ولاعبه التاريخي والأسطورة، كل هذا. النادي الذي يحصل على أعلى عائد في الرعاية، النادي الذي يحصل على أعلى عائد في البث التلفزيوني، النادي الذي يحقق البطولات، ما عندوش احترافية. ليه؟ ليه؟ عشان أنت إزاي تسيب كابتن رمضان صبحي يروح منك؟ أصل بيراميد كان عنده قدر من الاحترافية والأهلي ما عندوش احترافية، وكأن من الاحترافية أن يستدرجك أحد أن تدفع من الأموال شيء غير منطقي يفسد باقي الفريق ويفسد عليك ميزانياتك. ولكن الاحترافية انك عرفت امتى تتوقف ولم تجزع ومتخضتش، ما تخليتش رغبتك في ان لا ما حدش يقدر عليا في سوق الانتقالات تخليك تاخد قرارات ممكن تضرك، زي اللي بيخش مزاد ويركبه العند ويلاقي نفسه لابس مزاد هيخسر فيه. نفس الشيء موسيماني، هنيجي نناقش موسيماني بالتفصيل، وعشان اثبت لك ان النادي الاهلي وضع المعايير اللي هي اي واحد عايز يطبق الاحترافيه لازم يناقش هذا الامر طبقا لهذه المعايير. طيب، ده كلام واضح للمهندس عدي فيما يخص ضبط المصطلحات والمهنيه والاحترافيه وحاله الجدل المثاره. لكن في بدايتنا مع مقالي وما قالوا، حق النقد ونقد الحق. اليومين اللي فاتوا طبعا بمجرد إعلان الأهلي عن تغييرات في الجهاز الفني
انهاء التعاقد مع ريني فايلر، التعاقد مع بيتشو موسيماني، اصوات نقديه كتيره عليت، وده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي، حق النقد مكفول للجميع. لكن ما هو غريب فعلا يا باشمهندس، تجربه لم تبدا، المدرب لم يصل بعد، ومع هذا ناس بتكتب، واحد يقول لك ده قرار خاطئ 100%. القرار الخاطئ يثبت صحته من عدمه مع تنفيذه. محدش عايز يتعلم. ريني فايلر ده نفسه يا باشمهندس افكرك، لما الاهلي اعلن عن ريني فايلر الصيف اللي فات، كل اصوات النقد الجارح اشتغلت، سنه صغير، تمخض الجبل، ما اعرفش راحوا فين وجم منين. ودلوقتي بعد ما النتائج ظهرت والراجل شغله بان قبل كورونا، في ناس اعتذرت وناس كبرت. لكن هو فعلا منطق؟ هل في تجربه بتقيم قبل ما تبدا؟ هل في عمل يمكن الحكم عليه قبل ما يبدا؟ دي مش مساله غريبه؟ غريبه. عشان كده انا بقول لك، اما قلت الاحترافيه وضبط المصطلحات، ما تيجي نشوف القرار، في فرق بين القرار ونتائج القرار. انت بتاخد بالاسباب في القرار، انت تاخذ بالاسباب بعد دراسه وبتاخد قرارك. الايام بتثبت انت كنت صح ولا كنت انحرفت عن الصواب قد ايه، ودي ليها اسباب اخرى. يعني انت ممكن تبقى اخدت القرار الصح لكن ما حصلتش على النتائج المرجوه. صحيح. مش لاسباب تخص القرار نفسه. النهارده انت ريني فايلر المدرب اللي لسه مجدد من شهر، اللي خد اجازه طول فتره كورونا كان موجود، واول ما ابتدى الطيران، لا الطيران، وهيرجع النشاط الرياضي، ها سافر، خد 10 15 يوم يمكن، خد مده طويله اجازه، مده طويله، والناس كانت بتشتغل هنا، ورجع تشعر ان امرا غريبا مختلفا قد حدث. طيب انت دلوقتي اثير من اسبوع او 10 ايام، رينيه مش عايز يقعد، رينيه عايز يمشي. احدي لك الكلمه بس والنبي يا استاذ ابراهيم، يعني انا بس عايز اوصلك ان الناس اللي بتقول القرار غلط بتاع موسيماني، ما هو دي ده لب المناقشه. ايوه. طيب انت عايز تاخد قرار، الراجل ده مشي، طيب احسن قرار تاخده من غير ما يهز الفرقه، قدامك هتجيب مدرب مصري يا تجيب مدرب اجنبي. المدرب الاجنبي سبق له العمل في مصر او يعرف الكثير عن الفريق، او اجنبي بس سي في عالي جدا وقوي جدا ويصنف انه يعني تصنيف دولي. طيب انت حطيت معايير، احسن قرار احترافي تاخده في الوقت ده انك تجيب مدرب له درايه بافريقيا، مدرب عارف كل الفرق الافريقيه، مدرب عنده سي في فيه انجازات، مدرب دماغه صاحيه بتجارب كثيره. طيب هنيجي لحيثيات الاختيار، بس خلينا في القرار الاول. اقول لك القرار، ما هو القرار بناء على حيثيات يا استاذ ابراهيم. انت بتاخد قرار من غير ما تحط معايير، فلما تحط كل هذه المعايير توصلك ان الراجل ده هل يعرف كل فرق افريقيا؟ يعرف عنك كل صغيره وكبيره؟ ايوه. طيب ايوه تمام. طيب دي كانت رؤيه المهندس عدلي في ضبط المصطلحات وحق النقد ونقد الحق، وازاي الناس بتنقد حاجه لم تبدا بعد. بس هي ايه التي لم تبدا بعد؟ الاخبار اللي نشرت عنها، قصتها، تفاصيلها، وضعناها لكم كلها في الغربال. هنستعرض كل المردود اللي حصل حوالين هذا القرار، وبعد كده المهندس عدلي يتحدث عن حيثيات هذا القرار ووجهة نظره في كل ما أحاط هذا القرار. مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ اجتماعه النهاردة في 10 صباحا بالوقوف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت الراحل ونعاه، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، والشعب الكويتي الشقيق الدعاء بالصبر والسلوان. بعدها بدأ مجلس الإدارة اجتماعه، اتخذ قرار فيما يخص قطاع كرة القدم بناء على توصيات لجنة التخطيط في النادي بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة. القرار تضمن إيه؟
انهاء العلاقه التعاقديه مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بما يتفق مع بنود عقده نظرا لمطالبه او لصعوبه تحقيق مطالبه الطارئه والتي لم تكن مدرجه في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحه الفريق واستقراره في هذه المرحله المهمه، فضلا عن حاجه لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحله القادمه. اذا القرار الاول انهاء العلاقه التعاقديه مع ريني فايلر. ليه؟ لصعوبه تحقيق المطالب الاستثنائيه اللي طلبها واللي بنودها تخرج عن نص العقد. ممكن نوضح نقطه صغيره هنا؟ وانت صاحب الفضل فيها. لا اتفضل. امبارح كنت بكلمك في التليفون وناس كتيره قوي استغربت من اللي عمله فايلر في المؤتمر، وانه قام ومرضاش يجاوب على باقي الاسئله عندما يعني خرج السؤال عن المباراه. يعني ايمن محب قاعد قال لهم ما تسالوش حاجه غير في المباراه، لا الاسئله هتبتدي انت قاعد ولا ماشي وايه الاسباب. قام اول مره وبعدين رجع تاني، بعدين لما لقى في اصرار قام ومشي. ناس كتير هجمت هذا التصرف وقالت الراجل ده ودع مصر بأسوأ اسلوب، لان كان في تعالي، كان في غرور، كان في عدم احترام، الناس كلها قلقان الناس. وانا بكلمك نبهتيني لنقطه مهمه جدا. قلت لي الراجل ده ما كانش عايز يستدرج عشان ما يعلنش قبل 1:10. قبل 1:10 اللي هو الساعه 12 بالظبط. يعني لو كان قاعد بعد ساعتين كان جاوبهم. ايوه. ليه كانت المساله اللي بيتكلموا بقى في الاحترافيه؟ ليه النادي الاهلي النهارده بيعمل اجتماع الصبح مجلس اداره وبعدين يعلن؟ لان خلاص احنا في 1:10 بالظبط. ف 1:10 اللي كان هيقع في فخ انه يعلن من جانبه انه بيفسخ العقد كان هيدفع الشرط الجزائي. ف هو ريني فايلر واضح ان المحامي والوكيل بتاعه مفطمينه كويس، ما تنطقش بكلمه انك ماشي واضح النادي الاهلي فاهم كويس، النادي الاهلي شغال قانوني. نخش على الجزئيه الثانيه بقى استاذ ابراهيم، من واحد ليه من واحد ل10؟ ناس كتير قالت ايه العقد اللي بيتكتب ان من حقك انك انت تناقش الامر من 1 ل10 اكتوبر؟ في الاول ده كان التاريخ اللي كان على نهايه البطوله، البطوله الافريقيه. النهارده الزمالك فطن الى هذا واستفاد من تجربه الاهلي وعملها من 1 ل11 11. اذا انت بتستفيد وبتعمل كل اجراء يحميك من غير ما يوقعك في طائله الشرط الجزائي. فبالتالي نظرا لمطالب ريني فايرال الخارجه عن بنود التعاقد تم انهاء العلاقه التعاقديه معاه. القرار الثاني لمجلس اداره النادي التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب افريقي مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم اعتبارا من غد الجمعه 12/20/20 ولمده موسمين مع جهازه المعاون والذي يضم مدربا عاما معدا بدنيا ومحلل اداء. يعني موسيماني جاي ومعاه ثلاثه مدرب عام. دي بطريقتك بقى موسيماني ولا موسيمان؟ موسيماني موسيمان في الاهلي. فمعاه ثلاث مساعدين، مدرب عام ومحلل اداء ومدرب للاحمال البدنيه، كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان كمدرب والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى اللي كان في جهاز ريني فايلر تقرر استمراره مع الفريق. وطبعا على راس الجهاز الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. ده القرار اللي اتخذ النهارده من خلال مجلس الاداره. هنقول لكم كتير مين هو ريني فايلر، لكن الحقيقه مين هو موسيماني؟ موسيماني بتاريخه هنستعرضه لان كل الناس حتى حفظته وعرفت اداؤه وعرفت الحميميه الشديده اللي ربطته بالنادي الاهلي وجماهيره. لكن ردود الافعال الكبيره اللي انا بقول لكم عليها طافت كل المكان ووصلت لراس الرجاء الصالح. راس الرجاء الصالح ده طريق التجاره القديم اللي بيدور حوالين الكره الارضيه وتقريبا بعد بريتوريا كمان، يعني هو جنوب بريتوريا كمان. هو راس في جنوب افريقيا ده منتصف العالم بالظبط، في صخره هناك هي منتصف العالم. فسفير مصر في جنوب افريقيا بيهني موسيماني بتوليه المهمه. حرص السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا على تهنئه بيتسو موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا لفريق الاهلي خلفا لريني فايلر. اكد السفير الفاضلي ان اختيار موسيماني لقياده الاهلي ترجمه عمليه في المجال الرياضي لعمق العلاقه مع الافارقه وجنوب افريقيا على وجه التحديد.
وتعزيزا للعلاقات المصرية الجنوب أفريقية على المستوى الشعبي نظرا لما يتمتع به الأهلي وصن داونز من شعبية كبيرة، كما أعرب السفير عن ثقته في قدرة المدرب موسيماني على أداء مهمته بنجاح في ظل الإنجازات الكبيرة اللي حققها مع صن داونز. هنا موسيماني السفير المصري على اختياره سفيرا لمصر لدى جنوب أفريقيا، وقدم له الشكر على الدعم اللي قدمته السفارة في بريتوريا لسرعة إنهاء إجراءات وصول المدرب الجنوب أفريقي للقاهرة، لأنه حاليا موجود في الجو يصل بسلامة الله فجرا ويتسلم عمله من غد إن شاء الله. هنتكلم على هذا التقدير الدبلوماسي ورؤية السفير المصري لقرار النادي الأهلي، وقد إيه شايفه إن هو ترجمة عملية فعلية لطبيعة العلاقة بين مصر وجنوب أفريقيا، وتقدير مصر وتقدير النادي الأهلي للأشقاء في أفريقيا، لأنه حتى هذا القرار لقي من التنمر من ناس غير مسؤولة وغير واعية وغير فاهمة وغير مدركة بلغة غريبة جدا، وكأن مصر مش أفريقية. إحنا دلوقتي اللي بقينا بنستكتر على نفسنا إن إحنا نتعامل مع الأشقاء في القارة هيد تو هيد، رأسا برأس. لا، موسيماني مدرب كبير، السي في بتاعه عالي جدا، الحيثيات اللي المهندس عدلي أشار إليها، ضيق الوقت، الخبرات العالية اللي عنده، خبراته في البطولة نفسها، درايته، الدراية الكاملة اللي عنده، وأنا شخصيا بضيف عليها تقديره للنادي الأهلي، لأنه أنا في وجهة نظري الأندية الكبيرة اللي ليها ارتباطات كبيرة اللي يرتبط للعمل بتاعها لازم يملك قدرا من الحس العاطفي معاها. مانويل جوزيه ما نجحش إلا لأنه أحب الأهلي فضحها واستحمل واشتغل بقلبه قوي. هيدي كوتي كان عنده نفس الحميمية، ديتريش فايس الألماني في علاقته مع الأهلي كان عنده هذا القدر من الحميمية. محدش هينجح بدون مشاعر، فبالتالي الراجل بقاله قد إيه بيغازل الأهلي وبيتمنى هذه اللحظة. النهاردة هو في مطار جنوب أفريقيا بكى وهو جاي. شوف أنا أقول لك حاجة، حصل تواصل بمناسبة الاحترافية، يعني سواء من إدارة التعاقدات نهاية بالكابتن أو بداية بالكابتن الخطيب مرورا بإدارة التعاقدات، تواصل مباشر وكلام مع الراجل. اللي أقنع النادي الأهلي برئاسته إن الراجل عارف كل صغيرة وكبيرة عن الأربع فرق اللي في الدور قبل النهائي بتاع أفريقيا، يعلم كل لاعب في النادي الأهلي. هو مش هياخد وقت كبير بإذن الله. ثانيا طبعا هو طب يعني انت لو مين كان احسن مدرب في افريقيا السنه اللي فاتت؟ جمال بالماضي الجزائري. ده مدرب ما ينفعش في اي حته، ينفع في اي حته. طب فاللي بيتكلم دلوقتي النهارده المساله مش مساله أجنبي ولا مصري. الكابتن حسن شحاتة بعد ما فاز بالثلاثية انهالت عليه العروض، لو كانوا عايز يطلع يحترف بره كان طلع احترف بره. صحيح، العبرة بالمدرب جزء كبير، قدرات المدرب، سي في واختبارات يكون اتوضع فيها، اختبارات يكون الراجل ده لعب ضد الزمالك، لعب ضد الأهلي مرتين أو في بطولتين متتاليتين أو ثلاثة يمكن، اقصى الاهلي والاهلي اقصاه وهو اقصى الزمالك وكسب البطوله بالظبط، وكسب السوبر زون من مازيمبي. عنده خبرات افريقيه، عنده درايه بالنادي الاهلي، عنده شغف واهتمام زي ما انت بتقول، يجي يعيش التجربه معانا. دعونا مش معنى كده ان احنا بنتكلم ان لازم بقى، هي مش كيمياء تحط ايه على ايه يطلع غاز اسمه ايه. بالعكس، لا، دي بشر في الاخر بتتعامل مع تجربه انسانيه، تجربه انسانيه، في التجارب الانسانيه توقع كل شيء، لكن بتاخذ بالاسباب. هل اخذ الاهلي بالاسباب؟ مؤكد اخذ بالاسباب. ولو كنا جبنا مدرب يعني من ضمن الحاجات اللي تتحدف لك استاذ ابراهيم، بيقول لك سابالتي، عشان لما تجيب اي حد تشعر باحباط بعد سابالتي. وهم اللي رموا الاسماء دول هم دلوقتي اللي بيقول لك بعد كذا جايب كذا. يعني هو ده الهدف، هو حطه بترمي اسماء عشان سابالتي اللي بياخد 9 مليون دولار في السنه ولا 10 مليون دولار في السنه هتيجي. هل ده منطقي انك انت تقدر تعمل الكلام ده؟ من الاول كان لازم الناس تدرك ان دي مساله
محطوطه لمجرد الضغط عليه، الضغط عليك. ها؟ انما احنا الاحترافيه نتيجه قدراتك بتقول ايه، ميزانياتك بتقول ايه، خد الحد الاقصى من هذه القدرات، جيب الانسب، الانسب في الظرف ده باذن الله يكون هو الراجل ده. طيب كل السي في بتاع المدربين المرشحين اتعرضت على مسؤول النادي، لكن لما بمختلف الاسماء وبمختلف القدرات وبمختلف القيم الماليه، لكن النقطه اللي الناس لازم تقف عندها باهتمام، باهتمام، النادي الاهلي لما اترشح بيتسو موسيماني، كابتن الخطيب اشترط على موسيماني رقم واحد لازم تجي لي موافقة صن داونز. نقطة مهمة، قمة الاحترام، نقطة وقمة مهمة. حتى اللي السفير المصري بيشير إليها، إلا أن النادي الأهلي بقراره بيعزز العلاقات الحقيقية بين مصر والقارة، والأسلوب الاحترافي السليم، الأسلوب الاحترافي والاحترام السليم كمان. أنه كابتن الخطيب يقول لموسيماني مفيش كلام خالص ولا هنسير في التفاوض إلا لو وصل لنا إيميل بالموافقة من رئيس نادي صن داونز إن هم موافقين، لكن لو عندهم مشكلة ومتمسكين شكرا شكرا مش هنقدر نكمل. فيبعت رئيس صن داونز موافقته وترحيبه بتعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني. هو ده الاحترام، وهو ده تعزيز العلاقات، وهي دي رؤية السفير المصري اللي زكى فيها قرار النادي الأهلي المسؤول جدا، واللي بإذن الله تعالى يؤتي ثماره. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل في كلام كتير في الغربال. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم وفي الغربال كلام كتير جدا حوالين تفاوض الاهلي بدايه مع بيتسو موسيماني ثم التعاقد. وزي ما اشرنا لحضراتكم السفير المصري كيف عبر عن تقديره دبلوماسيا لهذه الخطوه، لكن صحف جنوب افريقيا ومواقعها من اول ما بدات ريحه التفاوض تبان كان الاهتمام واضح. طبعا اهتمام بالنسبه لهم، صن داونز نادي كبير، موسيماني اسم كبير، النادي الاهلي نادي عملاق القاهره، هم كلهم بيتكلموا عنه باحترام شديد. فلما يحدث هذا التفاوض هتلاقي ده صداه موجود في الاعلام الرياضي بجنوب افريقيا. صحيفه كيك اوف قالت موسيماني يقبل عرض الاهلي، وقالت كمان موتسيبي يدعو لاجتماع طارئ، ده اللي هو رئيس نادي صن داونز، ورجعت قالت موسيماني يستدرج سيرينو للأهلي، ثم تحدثت عن راتب بيتسو المذهل الجديد في الأهلي. صحيفة ذا ستار قالت الألم والحزن يسيطر على ماميلودي صن داونز بعد رحيل بيتسو موسيماني، بقول لكم الخبر هزيزهم قوي. وقالت ذا ستار أيضا الأهلي الوجهة المرجحة بعد خروج بيتسو موسيماني من صن داونز. صحيفة سيتيزن قالت انضمام موسيماني إلى الأهلي صفقة ضخمة. تايمز لايف قالت باتريس موتسيبي يقبل استقالة بيتسو موسيماني من ماميلودي صن داونز. طيب موسيماني اضطر إنه يتحدث ويطلع بيان ويقول لهم إيه اللي حصل امبارح. فأصدر بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز بيانا رسميا ودع من خلاله جماهير فريقي بعد ان استقر على الاستقاله من منصبه. قال في بيانه بمشاعر الحزن والالم اعلن رحيلي عن صن داونز بعد ارتباط دام 8 اعوام. صن داونز بمثابه عائلتي، والدكتور باتريس موتسيمبي اللي هو رئيس النادي بمثابه والدي، انه صديق عزيز بعد تحقيق الدوري وشخص عاطفي جدا، ولم اكن افكر يوما في مغادره صن داونز. وقال بعد تحقيق الدوري 5 مرات مع صن داونز وتحقيق العديد من الألقاب وجه رسالتي للجماهير بأن رحيلي أصبح واقعا بعدما نجحت في حصد كل شيء والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية والفوز بدوري أبطال إفريقيا 2016. ده بيان موسيماني. بيان موسيماني ده
بيوضح يعني نجاحه وبيوضح علاقته بالنادي في احترام قبل يعلن الخبر رسميا من هنا. لكن ايضا لما تشوف بيان رئيس النادي بيان رئيس النادي بيقول جاء لنا تيسو موتسيبي. باتريس موتسيبي اسمه بيقول لك جاء لنا بيتسو موسيماني ووكيله وزوجته ليطلعني على المناقشات بينه وبين احد الانديه الكبرى المصريه. واضاف كان سان داونز قد علم بالمناقشه الجاريه بين بيتسو والنادي المصري وانديه اخرى في شمال افريقيا، ولقد عبرت في عده مناسبات دي اهم حاجه خلال السنوات الماضيه عن دعمي لبيتسو في حاله رغبته في الرحيل الى التدريب في شمال افريقيا او اوروبا او منتخب جنوب افريقيا. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا وفي الاخر بيختم انا فخور جدا بانجازات بيتسو مع سان داونز، كان انجح مدرب في تاريخ النادي وسيظل دائما عضوا في عائلتنا، اتمنى له التوفيق وعائلته. تشعر بتجربه تماثل تجربه مانو جوسيه مع النادي الاهلي هناك في تجربه موسيماني مع سان داونز. نجاح حقق كل البطولات اللي ممكن يحققها مع هذا النادي. السنة دي عمل الثلاثية معه. خد كمان أفضل مدرب 16-17 في أفريقيا. أيوه. هو يعني إذن هو اختيار مش من المجهول. يعني إذا كان على السي في الإفريقي سي في مقنع. الإفريقي. طبعًا. سي في مقنع. في التوقيت ده إن يمشي من عندك مدرب إمبارح كان واقف في ماتش الترسانة، بكرة يبقى في مدرب جديد يقود التدريب. ده قمة الاحترافية. يبقى انت ما سبتش كرسي المدرب فاضي ساعات. انت مش سايب حاجة، والمعايير اللي حطيتها ان ما يحصلش هزة في النص. بالظبط. انت عايز الـ 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 الموضوع يمشي فيه سلاسة. الترشيح ده بيحقق لك السلاسة، هيحقق لك النجاح. هننتظر ونحكم برضو، عشان احنا اذا كنا بنطالب الناس ما تهاجموش برضو احنا بنقول ايه؟ اخذنا بالاسباب. ايوه. درسنا صح، اخترنا بما يناسب اللحظه، هو انسب اختيار لهذه اللحظه وفي هذا الظرف باذن الله. الشغف الذي لديه وشخصيته القويه تقدر تخليه يقود مجموعه بحجم نجوم النادي الاهلي على قدر طموح جمهور زي جمهور النادي الاهلي. تمام. كان واضح اهتمام الاشقاء في المغرب بالتفاوض للاهلي مع موسيماني، حتى في صحافه في جنوب افريقيا في بعض الصحف قالت موسيماني خرج من سان داونز متجها الى الاهلي او الوداد. يعني واضح حتى كلام رئيس نادي سان داونز قال لك كنا عارفين ان عنده عرض من احد الانديه المصريه الكبرى في الاشاره الهلالي واحد الانديه في شمال افريقيا ايضا، فواضح انه كان مطلوب. عشان كده الصحف المغربيه احنا الاهلي ينتظروا لقاء الوداد، الزمالك ينتظروا لقاء الرجاء، فبالتالي فيه اهتمام وفيه تركيز جامد جدا مع الشان الكروي المصري بالتحديد. صحيفه البطوله المغربيه قالت سان داونز يقدم الشكر لمدربه بيتسو موسيماني، وموقع 360 المغربي قالت موسيماني يواجه الوداد في نصف نهائي دوري الابطال. بعد التعاقد والاعلان بقى، بعد ما النادي الاهلي اعلن رسميا صباح اليوم التعاقد مع موسيماني، صحف جنوب افريقيا اهتمت كتير جدا بهذا الخبر. صحيفه كيك اوف احدى الصحف الكبرى هناك، الاهلي يؤكد تعيين بيتسو. وصحيفه سيتيزن قالت اي لاعبين يمكن ان ياخذهم بيتسو من سان داونز الى القاهره. نقف هنا لحظه. ما هو بيتسو مش بيشتغل في سوبر ماركت. يعني وانا ماشي كده طب والنبي اديني كرتونتين ده وكرتونتين من ده. ده بيشتغل في نادي، هذا النادي له اهداف وعنده ارتباطات وعنده لعيبه، لكن مؤكد ان في لعيبه لو هو محقق نفس العلاقه ونفس النجاح يهمها تكون موجوده معاه، لو طلبها ممكن ترحب. فمش عايزين برضو نربط قوي نجاح موسيماني او قيمه انك تجيب موسيماني بهو هيجيب مين معاه. يا يجي يا ما يجيش، لان احنا برضو احنا كنادي اهلي لينا رؤيه فنيه. صحيح. فالمساله هتدرس بعنايه ايضا، واذا كان هناك مصلحه في ان حد يجي ويقدر وجود موسيماني يذلل هذه الصفقه
هتبقى حاجه كويسه، لكن صحيح. مش عايزين نربط، مش 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 شرط، مش جاي وفيده لعيبه. مش جاي وفيده لعيبه. موقع البطولة المغربي قال رسميا بيتسو موسيماني يتولى تدريب الأهلي المصري لموسمين ويقوده في مواجهة الوداد. موقع يلا كورة رسميا موسيماني مدربا للأهلي بدلا من فايلر، وقال كمان بينهم سيرينو ومدافع، صفقات قد يضمها موسيماني بعد تدريب الأهلي. أنا عايش في سكة التكهنات اللي بتتقال هنا بالضبط. موقع في الجول رسميا الأهلي يعلن موسيماني مدربا للفريق والجهاز المعاون، وقال كمان توافق مبدئي بين الاهلي وصن داونز. ما تيجي نتكلم لحظه على الجهاز المعاون برضه استاذ ابراهيم، اتفضل. لان دي تجربه جديده برضه تشعر ان النادي الاهلي كان عايز يحقق اكبر قدر من الاستقرار، ان الجهاز ما يتهزش اللي مع اللعيبه، فاحتفظ بمدير الكوره، احتفظ بالمدرب سامي قمصان، احتفظ بمدرب حراس المرمى، ودي جديده. أيوة. ان يكون عندك مدرب اجنبي يحقق نجاح، الرغبه متبادله، هو عايز يقعد وانت مقتنع انه يقعد. فانت كده حققت 75%، لا هنقول 50%، 50% من استقرار الفريق الفني. يجي موسيماني باذن الله يكمل هذا الامر، ودي نقطه جديده بس حبيت انوه عليها يعني. طيب اليوم السابع قال الاهلي يعلن رسميا تعيين موسيماني مديرا فنيا خلفا لفايلر، وصدى البلد قال برضه رسميا الاهلي ينهي تعاقد فايلر وموسيماني مديرا فنيا لموسمين. في صدى البلد نقلوا عن سيف زاهر كلامه تعاقد الاهلي مع موسيماني ضربة معلم. طيب نقف بقى عند الكابتن طارق يحيى، لان فيها نقطة تتعلق بالنواحي الفنية والنواحي الأصولية. كابتن طارق يحيى نقلت عنه الشروق او موقع الشروق، قال لك ما ينفعش نجيب مدرب من افريقيا، ده في تعليقه على موسيماني والاهلي، وقال ده في تصريحات لام بي سي مصر مع الزميل مهيب عبد الهادي، قال موسيماني يمتلك سيره ذاتيه ممتازه جدا، لكن ما ينفعش نجيب مدرب من افريقيا لان عندنا هنا في مصر، وقال الوداد هو من سيحصل على اللقب هذا العام، يعني خسر الاهلي البطوله، خسر الاهلي قبل البطوله قبل ما يجي، واتم الوداد اعطى اعلى فنيا من الاهلي، ودي تصريحات منسوبه اليه. يقصد طارق يحيى ان الكلام ده قاله من قبل موسيماني او الصق على لسان موسيماني. لا نقف هنا لحظه. ليس من اللائق يا كابتن طارق انك تتكلم على مدرب النادي الاهلي تحديدا. مش دورك. النادي الاهلي لم يصدر منه اي تعليق على باتشيكو. النادي الاهلي او الاجهزه بتاعته محدش علق على باتشيكو، ممكن على السوشيال ميديا يكون حصل، لكن انا بتكلم على موقف المسؤولين، ليس هذا من اللائق. اثنين، موسيماني والتصريحات التي نسبت اليه، ده راجل كان عامل سيناريو تخيلي على طريقه موسيماني لما جه يقابل الاهلي قبل 5-0، وقعد يقول لك ده فريق كبير واحنا مش قده ومش عارف ايه وبتاع، هو كاتب واندهش جدا، قال لك الناس خدت مني ان موسيماني قال كده، انا مع ان هو كان موضوع تخيلي، بيقول لك دلوقتي هينيم الدنيا كلها، هيروح نايم الوداد وهينيم مش عارف ايه، فقال لك موسيماني يقول، يعني هو بيحط سيناريو تخيلي طريف وتخيلي ان موسيماني بقى ده بصفته الرجل الذي يعني، فواحد زي كابتن طارق ياخد ويصدق ويبني وينتقد، ده ناس كتير حقيقه عملت كده، ولولا ان الرجل وضح ووضح لناس يعني جم حكولي قالوا لي، قال لهم انا مستغرب جدا ان الناس صدقت ان الناس قال ده، انا يعني انا واضح ان انا بهزر يعني، ما مش ما خدوا التصريح، ما علينا يعني، حتى لو كان قد صرح بهذا، نفترض يا سيدي انه صرح بهذا، هذا لا ينقص من قدر الرجل انه هيجي يعمل اللي عليه عشان يكسب الوداد. مش بالضروره انت بتاخد بالاسباب يا استاذ ابراهيم، المساله انك تشتغل الصح. انت لو طيب هنقول احنا هنجيب مدرب عالمي، المدرب العالمي لو كان جه النهارده هو ده الصح على التارجت اللي انت حاطه ان كمان 15 يوم ولا اقل هتبتدي المباراة المصيرية، 15 يوم تقريبا،
هل ده هو الصح؟ ان يجي لسه مش حافظ اسماء اللعيبه، مش عارف هيلاعب مين، مفيش خبرات تقدر، يا اما يا اما يا موسيماني يا واحد جريدو يا كارتيرون، ما هم دول المتاحين دلوقتي اللي يعرفوا افريقيا. لو حطيت الثلاثه دول مع بعض المنطقي يجي موسيماني، المنطقي صحيح. المنطقي اكتر ان ما حدش يعلق عليه من المنافس بتاعه. الحقيقه بصوا الاهلي والزمالك هيلعبوا الرجاء والوداد. لما تبص على الاعلام المغربي تشوف قدر اللحمه اللي بينهم، تشوف مدى تقديرهم واحترام كل واحد فيهم لظروف التاني، تشوف تركيز كل، على فكره بينهم مع نهضه بركان ضرب نار في الدوري المغربي، يعني البطوله ممكن تروح هنا او هنا او هنا، منافسه عنيفه. لكن والاتنين موجودين في السباق الافريقي، لكن ما تقراش في اي موقع مغربي حد من الرجاء بيطعم في اداء الوداد او في اسهم الوداد او في اختيارات الرجاء وهكذا. العكس. احنا هنا للعكس. الزمالك مر بظروف غير مدربه، كارتيرون مشي، نفس الظروف الاهلي تعرض ليها ريني فايلر لسبب او لاخر تقرر فسخ التعاقد معاه، مع وضع في الاعتبار الاهلي هو اللي رفض اي مطالب اضافيه من فايلر بره العقد. ويجوز فايلر حطها كنوع من ال، انما هو فايلر التعجيز يعني عشان تقول له لا. لكن في كل الاحوال الثلاث انديه بيغيروا مدربينهم، حتى الوداد غير مدربه، الرجاء بس اللي هو مستقر شويه. هل ده يدي الحق لمدربين هنا او مسؤولين هنا ينتقدوا اختيارات الطرف الاخر؟ ما حدش من الاهلي ارينا طلع انتقد كل ما حدث في موضوع باتشيكو او موضوع كارتيرون. فبالتالي الفتره الجايه ارجوكم حساسه ومهمه، وحده الجماهير مهمه جدا، تركيز كل نادي في مهمته مهمه جدا. فيا ريت زي ما الاخوه في المغرب بيشتغلوا نتعلم منهم شويه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا حجم الاهتمام الإعلامي الكبير لقرار النادي الأهلي بالتعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي اللي هيصل فجرا إن شاء الله فجر الجمعة إلى القاهرة ويبدأ عمله على الفور لتجهيز الأهلي لمباراة الأحد مع المقاولين العرب في الدوري. إذا كانت كل التفاصيل المشهد الإعلامي شفتوها بحضراتكم، فهناك كلام كتير عظمة لسانه. بعظمة لسانه هنشوف مع حضراتكم كيف كانت هذه الفرحة العامرة والرسالة الباكية. بيتسو موسيماني شعر بقيمة الأهلي، عاش لحظة توهج جمهور الأهلي، شاف الأمور قدام عينيه كويس في مباراة أعتقد وقتها تمنى كمدرب محترف انه يكون مدرب لهذا الفريق ذات يوم. هو عبر على فكره في احدى مداخلاته مع قناه بي ان سبورت عقب احدى المباريات انه من ضمن امنياته المهنيه انه يدرب فريق النادي الاهلي، تمناها وجات له. نفكركم باللقطه اللي انبهر بيها بحجم جماهيريه الاهلي. مؤكد انها لحظه زي ما بيقول استاذ ابراهيم بتحكي امنيات داخليه ومشاعر
لان مش طبيعي ولا منطقي وما شفتهاش ومش عارف اذا كنا هنشوفها تاني، ان مدرب يجي على المدرجات يشوف هذا الحشد من الجماهير وهذا الحماس وبمنتهى الهدوء والابتسامه اللي اذا كان بيقول ايه يا ريتني شفتك من زمان. يا ريتني يعني شفت دي كانت في 7 مارس الماضي مباراه الاهلي. يعني هو النهارده هو لو يطلعها من على تليفونه هيقول كده. الحمد لله ان انا يعني بقيت انتمي لمثل هذا الجمهور. نتمنى باذن الله انه يحقق طموحات هذا الجمهور. طب بعد ما حقق امله والاهلي تعاقد معاه، وجه موسيماني رساله مهمه للاهلي وجماهيره بعد تعيينه مدير فني للاهلي. السلام عليكم and greetings to everybody at Al Ahly Football Club. I would like to thank Captain Bibo and all the board members of Al Ahly for entrusting me with a difficult task at hand. They've showed confidence in me and they believe that I can take the team to a bigger and higher space. It is a compliment to me and I'm humbled. I just also want to thank Amir and my agent Moira for facilitating and making this possible, and it was smooth and easy and professional. To the Red Devils, the Al Ahly fans, I'm saying to them, give me the space, give me the time. I will take Al Ahly to the next level. Believe in me and I believe in you. Thank you for bringing me on into the Al Ahly family. I appreciate and I'm humbled and I will do my best to deliver. من ضمن الحاجات افتكرت دلوقتي ان يعني هما بيتكلموا معاه لفت الانتباه انه مذاكر لعيبه الاهلي. يعني هو لما لعب النادي الاهلي هناك مرتين عارف تقريبا معظم اللعيبه، بيقول بالاسم كده هو بيتكلم مع يعني امير حضر جزء من هذا الكلام بنفسه، سمع الكلام ده انه بقى يقول له فلان الفلاني مسته كذا ونقطه الممكن اشتغلت على كذا فيه ومركز قوي. فهو دي نقطه مهمه انك انت مش هياخد وقت عشان اتعرف على لعيبه النادي الاهلي. فباذن الله كمان لما تبقى انت عارف نقاط القوه، اذا كان هناك نقاط ضعف في لاعب او بتاع هيشتغل ازاي يعالج نقاط الضعف دي مهمه جدا. وعشان كده التعاقد معاه سنتين، الجمهور لازم يبقى واخد باله ده مش مدرب ديليفري. الاهلي مش جايب موسيماني علشان مباراه الوداد، هو جزء من مشروع. انت بتتكلم في موسمين. الفرق الكبيره اللي زي الاهلي وهو اكبر الفرق الافريقيه بالتاكيد واكثر انديه العالم حصولا على البطولات تحتاج الى مشروعات كامله، مشروع لكره القدم مش تجربه ماتش وشهر او موسم وموسم، كل موسم مدرب. سان داونز لفت نظري انه العقد مع موسيماني كان لسه باقي فيه 4 سنين وهو شغال معاهم بقاله 8 سنين تقريبا. هي دي الفرق الكبيره لما بتستقر على مدرب زي بالظبط. افكرك بحاجه واحنا في اليابان، السير اليكس فيركسون مع المان في المؤتمر الصحفي، لما حد ساله انت طولت قوي مع المان يونايتد وفي مواسم ما بتاخدش بطولات لكن مستمر، فالراجل كشف عن فكره المشروع الكامل. قال انا مع الاونرز او الملاك بتوع المان يونايتد عندنا اهداف لكل مرحله، المرحله دي ممكن تبقى 2 3 سنين اكتر او اقل، بس كل مرحله عندهم اهداف، هو بيحقق هذه الاهداف، فبالتالي عنده مشروع متكامل مراحل هي فيه. احنا كان من حسن الحظ لما الاهلي تعاقد مع مانويل جوزيه والكيمياء مشيت كويس الفتره امتدت، فبقيت بتبني وهيديكوتي نفس الشيء. انت بتشتغل ضمن مشروع متكامل بيراعي احتياجات الفريق في كل مرحلة، بيراعي الأعمار السنية اللي طالعة، بيراعي الإحلال والتجديد في كل موسم، بيراعي تثبيت الشكل الفني والخططي بشكل مستقر، كلها أمور تفصيلية مهمة جدا في مشروع كرة القدم مش لفرقة لمدة موسم. ف
فرقه لمده موسم النهارده بتلعب بطريقه كذا، يجي مدرب تاني الصيف الجاي يلعب بطريقه مختلفه، ده كلام لا يليق او لا يناسب الفرق الكبيره. عشان كده نتمنى ان التوفيق يحالف. انت قلت كلمه مهمه، بيتسو موسيماني، كلمه واحده. كلمه واحده اللي هي مشروع. لما يبقى عندك تصور انك انت عايز تعمل في كرة القدم شكل معين، اللي هو يسفر في النهاية ان يبقى فيه شخصية للفريق. صحيح. الفرصة الذهبية ان النادي الاهلي يعمل مشروع متكامل، ان عندك في قطاع الناشئين خبير اجنبي، ايوه، له ثقله، وعندك فوق خبير اجنبي جديد بخبراته له مشروعه. بالظبط. اذا اتفق الطرفان ممكن تعمل المشروع ده دلوقتي، بس ده بيقتضي شرط مهم جدا. ان احنا كلنا نبقى مؤمنين، عايزين نعيش المشروع ده. أيوة. عارفين ان دول يقدروا قيمة ده، ويبقى ما نجيش في اي عثره او حاجه في النص مش عجبانا نبتدي نقلب. لان اذا كنا عايزين نعمل بقى حاجه والاهلي يبقى فعلا له الرونق او الشخصيه الواضحه جدا بين في افريقيا، يعني يبقى زي ما انت بتقول نشتغل على هذه الاهداف الكبرى. بالظبط. نتمنى من قطاع الناشئين وفوق يبقى في اتصال فني. بالظبط، بالذات لان المشروعات دي عايزه ايمان بالفكره، عايزه اليكس فيرجسون كان مؤمن بقيمه وفكره المان يونايتد، مانويل جوزيه كان مؤمن جدا بفكره النادي الاهلي ومنتمي بحميميه شديده، بيتسو موسيماني جاي بنفس الفكره وبنفس الزخم العاطفي. الافكار اللي زي كده في فرق جماهيريه كبيره بالشكل ده محتاجه هذا النوع اللي تقدروا تعتبره نوع من الباور، نوع من الدعم النفسي والمعنوي العالي. ده بيدي طاقه مختلفه داخل الفرق، انك تشعر فعلا بحميميه المدرب مع النادي، حريص عليه، متمسك بيه، مؤمن بقيمته، عايز يساعده، عايز من خلاله يحقق مجده. دي كلها افكار معنويه قد تبدو، لكن في الحقيقه مهمه جدا لبناء مثل هذه المشروعات. بتوصلك للتخطيط للنهارده وبكره وبعده. بالظبط. مش النهارده الدنيا ماتش بماتش. دي ليها طريقه ودي ليها طريقه. صحيح. وكان الناس في البدايه تفاؤلها بفايلر قبل كورونا انه يكمل المشروع معاهم. هو لما رجع تحس انه اشتغل ماتش بماتش. لان كان في دماغه حاجه تانية، اتشغل خلاص. وهو اكثر المتحمسين كانوا لاختيار ريني فايلر كان الدكتور طه اسماعيل، وهو رئيس لجنه التخطيط، وقال وجهه نظره، مدرب شاب طموح هيشتغل بايده، هنقدر نبني فكره وتجربه. والراجل اشتغل فعلا الحقيقه لغايه فتره الكورونا بنتائج وعروض وبصمه واضحه جدا. بعد كده ايه اللي حصل ما تفهمش، انشغل بايه، اتاثر بايه، بدات افكاره الفنيه حتى الشيخ طه اكثر المتحمسين ليه تحول الى اكثر المنتقدين ليه، ورحب جدا بالاستغناء عنه لانه شاف ان الراجل الى حد كبير تخلى عن حماسه، تخلى عن افكاره، تخلى عن لا مش عايش معاك الحلم، الرغبه اللي عايزها تعملها مش هو مش عايشها. مش عايش بدليل ان هو يعني زي ايه، اسبوع باسبوع وشهر بشهر وبيكلمك. ولذلك كان الكابتن الخطيب يعني مستغرب. لا مش مستغرب، الحقيقه ربنا اداله القوه ان ياخد القرار ويحسمها بدري. ما ينفعنيش الاسلوب ده، ان انا مش واضح الدنيا عندي، ان انا كنت فاكر ان هيقعد للسنه الجايه، فالاستمراريه والاستقرار ده. لكن بيكلمنا على 10 ايام وهرجع اقول لك هعمل ايه، مش هينفع الكلام ده. طب اقعد قول لنا ما عنديش طرف الوقت اصلا. كل الحلول اللي اتطلبت منه هو يعني ما وافقش عليها، غير ان لا استنوني لما ارجع اقول لكم انا هعمل ايه. فده واضح ان هو في دماغه حاجه، بيجرب حاجة، ربما يروح أوروبا خلاص، ربما يرجع على في مصر زي ما بيتقال. مش عايزين بقى والنبي ننشغل قوي هو هيعمل، عايزين ننشغل إحنا هنعمل إيه. مش من عادة الأهلي أبدا يسيء لحد ارتبط بالعمل معاه. ودي الجمهور الأهلي. ريني فايلر قدم تجربته واختار أنه يمشي، مجلس الإدارة شاف، أو اختار أنه يطلب بعض المطالب، مجلس الإدارة شاف أن هذه مطالب بره التعاقد، فكان إنهاء التعاقد. خلاص، شكرا، يذهب الى اي مكان يرى. ناس كتيره بتتكلم على انه الراجل سايب بعض الحاجات، امانات في الفندق اللي كان مقيم فيه، في الاشاره الى انه قد يعود لتولي احد الانديه المصريه.
هل ده فعلا هيحصل؟ هل ده هيبقى لطيف؟ هل هيبقى ده سليم؟ حتى لو يجب الا يشغلنا بهذا الشكل، لانه اذا كانت الامور وصلت لهذا الحد فبالتالي لا يجيد لا يجدي البكاء عليه ابدا. خالد علي المنسق الدائم لصن داونز قريب طبعا كان في المطبخ بتاع صن داونز ووثيق الصله بموسيماني، تحدث عن مشروع موسيماني في مصر. خالد علي الاهلاوي في جنوب افريقيا، نشوف شايف مشروع موسيماني مع الاهلي ازاي. هل فعلا موسيماني يعني عنده حلم او عنده رغبه ان هو يدرب في مصر؟ انت بتجيب المعلومات دي منين؟ إيه؟ خلص بس. اوكي. الكوتش بيتسو؟ اه. يعني كنت امبارح اول امبارح معاه على التليفون. اكيد نفسه يدرب في مصر. اكيد نفسه يدرب في المغرب. لا خلينا في حاجه، ما انا بقول لك بس عشان اولوياته حاجات. اه اولوياته مصر. مصر. اولوياته مش ياخد دوري ابطال افريقيا. اولوياته مش ياخد دوري على لسانه. اولوياته ما ياخدش دوري ابطال افريقيا. اولوياته يلعب كاس العالم للانديه وياخد كاس العالم للانديه. ايه ده اللي انت بتقوله؟ التصريح هو شغال على كده. اه المشروع بتاعه ان هو يعمل كده. طب وانت شايف ان الفرقه دلوقتي اللي موجوده ومقومات الفرقه الموجوده لصن داونز تعمل كده؟ هي فرقه بتلعب كوره بس لسه احنا عايزين الحته العربيه اللي فيها، الحته العربيه بتاعتها ايه؟ اه ما تلعبش كوره كل الوقت. انا دايما ليه يا كوتش ما تلعبش كوره كل الوقت؟ الكوره ما بتديش كل الوقت، لازم يبقى اللعيب بتاعك هو عنده المينتاليتي ده، الكوتش عنده، بس اللعيبه بتاعته اللعيبه بتاعت صن داونز بس اللعيبه بتاعته دايما بيقول لها يعني في وقت يقول لك انا عايز نفسي في لعيب عربي يكون قوي، ناخد منه الفكر بتاعه امتى يهدم الملعب، امتى يقف على كورته، امتى نبقى انا كسبان يبقى انا عارف عايز ايه من المباراه. هو بيقول ده بس ما بيتنفذش. طيب الكلام ده من مده، لكن هو بيوضح استاذ ابراهيم ان طموح الراجل ده كبير. ما هو ممكن تقول لي كاس العالم للانديه ما كانش لسه بيتكلم عن النادي الاهلي تحديدا يعني، لكن لما بيقول له نفسي يجي مصر اولويه اولى، اولويه ثانيه المغرب، لان دول الفرق خلاص، ما هو يا مصر يا المغرب حد منهم هيروح كاس العالم للانديه. فهو نفسه يروح كاس العالم للانديه يحط نفس كل طموحه. وده لما تفتكر احنا لما رحنا في 2005 كان الكلام كله ان ليه لا، ليه ما نروحش نكسب هناك. ولما مستر مانو جوسيه خسر ماتش الاولاني وخرجنا كان الكلمه اللي قالها هنرجع واحنا في المطار هناك في اليابان في طوكيو، جمع اللعيبه وقال لهم، قال لهم احنا هنرجع السنه الجايه، ذكرى سيئه هنا ترجعوا، قال لهم هم ما شافوش النادي الاهلي. ايوه احنا نرجع السنه الجايه نوريهم النادي الاهلي الحقيقي. كنت ثالث العالم وكل الناس قالوا النادي الاهلي كان الاقدر بالفاينل. فدي احلام مشروعه لما المدربين بيصدقوها واللعيبه بتصدقها بتقدر تشتغل على هدف كبير يوصلك لابعد نقطه ممكنه. والحقيقه يعني حوار مهيب مع خالد علي ده من فتره طويله بس شفته كشف عن هذه الرغبه اللي عند موسيماني تجاه الاهلي او احساسه بقيمه الاهلي وافكاره. مشروع موسيماني كان في ذهنه عامل ازاي؟ حتى على المستوى العاطفي في تعايشه مع بعض المشاكل. بالمناسبه موسيماني عبر عن دعم مؤمن زكريا في مرضه، نفكركم بيه. السلام عليكم مؤمن، ان شاء الله ترجع بألف سلام بيتو موسيماني ماميلودي صن داونز. السلام عليكم مؤمن، ان شاء الله ترجع بألف سلام بيتو موسيماني ماميلودي صن داونز. يعني لما بنقول استاذ ابراهيم الراجل ده عايش تفاصيل النادي الاهلي والكره المصريه، ده من مده برضه. أيوة. مش قبل مش دلوقتي بس انا عايز برضه عشان ايه واحنا بنتكلم يا جماعه، لما بنقول الكلام ده واحلام وطموحات ده مش معناها انها اذا ما اتحققتش نهيل التراب ونبتدي نتهكم لا، هذه احلام مشروعه هي اللي بتطور تتحقق دلوقتي تتحقق بعدين، نتمنى كلنا تتحقق دلوقتي، لكن مش عايزين كمان احنا نبتدي نبقى نحاسب على الكلام ده اول باول، لان عندنا الطموح ده مشروع عند النادي الاهلي، عند جماهير الاهلي، عند لعيبه الاهلي، عند المدرب الجديد بتاع النادي الاهلي. ف
فنشتغل على الطموح ده وربنا بإذن الله يوفقنا كلنا ويتحقق جزء كبير منه بإذن الله. أنت بتشتغل وبتخطط وبتمشي صح، بتمشي صح، ممكن تكون بتقدم السبت عشان تلاقي الحد بس، وانت بتقدم السبت بتقدم السبت على انه ده الطبيعي اللي يحصل. عشان كده كابتن خطيب لما سافر جنوب افريقيا على رأس بعثة الاهلي في مباراة سان داونز اللي كانت صعبة جدا، كان ده تأكيد على علاقات طيبة جدا للاهلي مع نادي سان داونز. لما سان داونز حقق هذا الموسم الثلاثية، كابتن خطيب بادر بتهنئة سان داونز على هذا الانجاز الكبير. الزميل هاني حتحوت شاف هذه التهنئة توطئة للتعاقد مع موسيماني. نشوف، نرجع 5 أيام لورا، يوم 25 من شهر 9 لما الأهلي هنأ سان داونز على الثلاثية اللي حققها هناك، فكتب بيان لم يعره أحد اهتماما كبيرا لما قال إن النادي الأهلي يهنئ سان داونز الجنوب أفريقي بالثلاثية المحلية. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة نادي سان داونز الجنوب أفريقي بعد التتويج ببطولة الدوري وكأس رابطة الدوري وبطولة الكأس. تمام، ها إحنا مالنا، أكيد ناس كتير قالت كده يعني ساعتها. فراحوا كملوا في بيان الأهلي، وعبر رئيس الأهلي عن تقديره لبطل جنوب أفريقيا ورئيسه باتريس موستيبي، مؤكدا على العلاقة الطيبة التي تربط النادي الأهلي وكل الأشقاء بالقارة وفي مقدمتهم نادي سان داونز. بصوا بقى آخر حتة دي، السطر ونص ده، ده الخلاصة، دي القصة، دي القصة. أكيد دي بعد مكالمة بين الناديين للاتفاق على إن الراجل يفسخ عقده اللي لسه بقيله 4 سنين ويجي مصر. أكيد بعد ما اتكلموا واتفقوا ونشكروا بقى على الثلاثية، مش هنشكروا إنه جاب لنا مدربهم ونلمح نرميها. أشاد الكابتن الخطيب بالمنظومة الكروية لبطل جنوب أفريقيا وطموحات لاعبيه وأجهزته الفنية ومجلس إدارته. تمام، فهمني، سمعاني يا جنوب أفريقيا، سمعني يا باتريس، بشيد بمجلس الإدارة وبشيد بالجهاز الفني واللعيبة، يلا بقى نخلص الديل. أعتقد ده ذكاء شديد، يعني أعتقد أن الموضوع مرتبط. مستحيل يكون بعد 5 أيام الراجل اللي بيشيد الأهلي سواء كإدارة أو كمدرب يجي يتولى المسؤولية بالصدفة يعني. فدي كانت مؤشر من مؤشرات التعاقد مع بيتسو موسيماني، ربما مرت أمام الكثيرين بدون أن يلحظوها، وأنا منكم أكيد يعني. الحقيقة أستاذ إبراهيم معلش، لأن إحنا كثيرا ما ننتقد بعض الأمور، لكن لما يحصل حاجة تستحق الإشادة زي هو كابتن مفطن إلى هذه التهنئة، وكان معني هو فريق إعداده بالتفاصيل إنه يرجع فلاش باك ويجمعها ويلاقي له علاقة باللي بيحصل النهاردة. أنا برضو أحب أشيد بالتدقيق في التفاصيل والاهتمام بحاجة ما حدش خد باله منها، فأنا بشيد بيه معلش. يقبلها مني بالعكس. لا يقبلها مني. أداء هاني حتحوت أداء على المستوى المهني مسؤول، منضبط. نختلف مع بعض الأمور لكن اختلاف طبيعي جدا في المضمون، لكنه لا أحد يمكن فعلا أن يشكك في مهنيته، هو شاطر. وبص على صفقة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، قيمها ازاي، شايفها ازاي، نشوف هاني حتحوت. الإفريقي الجديد بيتسو موسيماني يتولى مسؤولية النادي الأهلي في تحدي وصفه هو بالجديد، وجمهور الأهلي متحمس جدا. تجربة مثيرة جدا للاهتمام، ما تقدرش تتوقع هتنجح ولا مش هتنجح. بيتسو موسيماني بطموحات متواكبة جدا مع طموحات الأهلي، متوج سابق بدوري أبطال إفريقيا وأهلي باحث عن العودة إلى دوري أبطال إفريقيا. شايفين التجربة مثيرة إزاي؟ شايفين إزاي الأهلي فكر في حتة مختلفة عن اللي الناس كانت بص عليها؟ الرجل الإفريقي الجنوب إفريقي بيتولى مسؤولية الأهلي بداية من يوم 2 أكتوبر يوم الجمعة بإذن الله. عرفناه من 2016 تحديدا لما واجه الزمالك في دور المجموعات مرتين في دوري أبطال إفريقيا، والحقيقة أنه عمل مباريات قوية جدا قدام الزمالك. عرفناه وشفنا قد إيه الراجل ده، هي قد إيه الراجل عارف يتحكم في فريقه وعارف يسيطر وعارف يوصل لمراحل متقدمة جدا بتعيد جنوب أفريقيا إلى منصات التتويج على مستوى الأندية. لكن الحقيقة أن الراجل أكمل مسيرته اللي استمرت 8 سنوات مع فريق سان داونز ولم يتوقف عند هذا الحد، عشان يدخل بعد كده بقصصه الكتيرة جدا اللي جمعها في ال7 سنين اللي فاتوا ويجيلنا بيها، وهي ليها بقية كأنها مرسومة. ريني فايلر رحل وحلم هذا الرجل بأن يدرب الأهلي، وتمنى أن الأهلي ياخد النسخة اللي الأهلي خرجوا منها. والحقيقة أن الراجل بعد ما خد ثلاثية هناك
في سان داونز مشي وجاء لتدريب الأهلي. وسبحان الله استكمالا للقصص، الراجل ده أول ماتش إفريقي هيلعبه في البطولة اللي الأهلي مطلعه منها، هيلعب مع الأهلي فريقه الجديد في نصف النهائي قدام الوداد اللي اعتاد انه يطلعه من دوري ابطال افريقيا. يعني كل حاجه بتديك مجال لانك تاخد حقك او انك تحقق حلمك او انك تعمل حاجه كنت اتكلمت عليها في يوم من الايام. هو كلام الاستاذ هاني بيؤكد انك بتاخد بالاسباب، وشرح ايجابيات هذا التفكير، وشرح اتساق تفكير المدرب مع تفكير النادي الاهلي مع احتياج اللحظه اللي احنا فيها. نرجو بقى ربنا يعني الباقي التوفيق باذن الله، لان بلا توفيق ما حدش بينجح. طيب موسيماني اللي فجاه اصبح على كل لسان مصري عربي افريقي، مين هو بيتسو موسيماني؟ اولا ده كان لعيب نص ملعب، كان بيلعب في نادي كوزموس في جنوب افريقيا سنه 82، لعب لسان داونز ثم اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، انتقل للدوري الزيمبابوي شويه ولعب لنادي السد القطري عام 96. ده بيتسو موسيماني كلاعب. بيتسو موسيماني كمدرب درب سوبر سبورت من 2001 ل 2007، خد معاه 3 بطولات، يعني هو كل فريق بيمسكه عنده فرصه انه بيحقق بطولات. ده اهله انه يمسك منتخب جنوب افريقيا. لعب 7 مباريات كمدير فني للمنتخب، وبعد كده لما جابوا كارلوس ألبرتو البرازيلي الأشهر اشتغل معاه مساعد، ثم كان مساعد لسانتانا برضو وهو بيقود منتخب جنوب أفريقيا لغاية نهايات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. بعد 3 سنين قضاهم موسيماني في منصب المدرب المساعد، مسك مدير فني للمنتخب لوحده من 2010 لغاية 2012، إلى أن تم الاستغناء عنه بعد عدم التأهل لكأس الأمم 2012. درب سان داونز في تجاربه الشهيرة لمدة 8 سنين، حقق فيهم 11 بطولة، حصل على لقب دوري الأبطال 2016 وخد أحسن مدرب في القارة. تفتكروا 2016 توج على حساب الزمالك وكسب في 2017 السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي. يناير 2017 خد جائزة أفضل مدرب في القارة في 2016 من جانب الاتحاد الأفريقي بعد التتويج بدوري الأبطال. طيب دوري الأبطال دلوقتي هو جاي يقود الأهلي. دوري الأبطال فيه الرباعي الوداد الزمالك الرجاء. موسيماني مع الثلاث فرق دول أخباره إيه؟ لعب وهو مدرب لسان داونز ضد الوداد المغربي 10 مباريات، يعني مباراة الوداد والاهلي في الدار البيضاء اللي جايه رقم 11 في مواجهات بيتسو موسيماني مع الوداد المغربي. العشر مباريات فاز في 3، اتعادل في 3، خسر 4، وسجل 5 اهداف واستقبل 7 اهداف. ده كشف حساب سان داونز مع تحت قياده بيتسو موسيماني مع الوداد المغربي. طب مع الزمالك، واجه الزمالك 4 مرات فاز في 3، يعني موسيماني لعب الزمالك 4 مرات كسبوا 3 وخسر 1 وسجل فيه 6 جوان واستقبل هدفين. ده كشف حساب بيتسو موسيماني مع الزمالك. ما واجهش الرجاء خالص، ما سبقش له انه واجه الرجاء المغربي. مواجهه الاهلي مع الرجاء باذن الله تعالى، الاهلي مع الوداد الاول، الفاينل مع الفائز من الزمالك والرجاء. ده كان كل شيء عن بيتسو موسيماني اللي هيصل فجرا، اللي موجود دلوقتي في الجو، يصل بسلامة الله وجهازه المعاون إلى القاهرة فجر الجمعة لبدء العمل فورا. وهي دي كانت احترافية بقى القرار. الناس اللي بتتكلم على الاحترافية، انت لضيق الوقت لصعوبة المهمة، مدرب بيمشي، مباريات مضغوطة، مش هتقعد دقيقة واحدة بدون مدرب. يعني النهاردة كان فايلر امبارح بيقود الفريق في مباراة، بكرة بيتسو موسيماني يقود الأهلي في المران استعدادا للقاء المقاولين يوم الأحد إن شاء الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم من جديد. حطينا حضراتكم في الصورة كاملة بشأن بيتسو موسيماني ومهمته وطموحاته المشروعة والكبيرة إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي، لكن بعظمة لسانه في كلام كتير مهم، خاصة ما يتعلق بعلاقات الأندية مع بعضها وتأثير الإعلام في السياق ده. فجأة بعد مباراة الزمالك والجونة نبرة توتر سادت بالذات تجاه لاعيبة الأهلي المعارين للجونة، وسمعنا اتهامات لأحمد ياسر ريان واتهامات لأكتر من لاعب. دخل الكابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه في قناة النهار على خط ما عرف بالأزمة، وإحنا هنشوف مع المهندس عادل هي أزمة ولا مش أزمة، هل في أزمة كراهية فعلا؟ نسمع ميدو. لكن خليني أقول لكم الحقيقة، إن الجونة استطاع في وقت قصير جدا انه يكسب كراهية جمهور الزمالك، ودي الحقيقة. وعفيفي معايا النهاردة من جمهور الزمالك، مش عارف يأكد على الكلام بتاعي ده ولا يقول كلام تاني، لكن النهاردة لو سألت اي واحد من جمهور الزمالك هل تتمنى هبوط الجونة الى الدرجة التانية هيقول لك اتمنى ونص. ايه اللي حصل مش عارف، هل ردود فعل في وقت من الاوقات، هل ان في عدد لعيبه كتير من الاهلي موجودين في الجونه، مش عارف ايه اللي حصل، لكن دي حقيقه. نبتدي نستخدم الفاظ وخط الكراهيه ومش خط يا جماعه، هي المشكله كلها ابتدت السنه اللي فاتت في ماتش الزمالك والجونه بتاع الدوري العام، وكان المفروض ان الجونه او اي فريق يلاعب الاهلي او يلاعب الزمالك ها المفروض انه ما يديش كل اللي جواه. احنا شفنا باستمرار كل الفرق، احنا عايشين النهارده في 2000 يعني كل ما حد يكلمك يقول لك ماتش طلاع الجيش في 2009. طب ما انت بتكلمني على طلاع الجيش اللي ما كانلوش ناقه ولا جمل، اكن انا لما اغلبه ها المفروض ان هو يكسبني، والا يعني طب هو الناس عملت اللي عليها ولعبت بمنتهى الجديه. فهنا ده مشروع، لكن لما يجي فريق الجونه يلعب ماتش جاد قدام الزمالك، قدام الزمالك والاهلي اللعيبه بتحاول تبان قدراتها، دي مش عايزه مناقشه. فما فيش داعي لكلمه الكراهيه والكارثه والكلام ده، لان ده يعني مش عايزه اخده في حته ثانيه. مساله ان احنا نكبر الامور في فرقه بتلعب بجديه، كل الفرق لازم تلعب بجديه قدام الاهلي، كل الفرق لازم تلعب بجديه قدام الزمالك اينما كانت المباراه وظروفها ايه، ده الطبيعي يعني. طيب هو هل فعلا النتائج، هل فعلا النتائج بين الزمالك والجونه، او خلينا الاول نقول الاهلي والجونه، لان انت عشان تقول انه الجونه بيعصلك قوي قدام الزمالك معناها انه بيفوت قوي قدام الاهلي بالمعنى البلدي، هل ده بيحصل؟ هل نتائج تقول كده؟ هل القياس هنا لمجرد ان الجونه عنده علاقه او حسام غالي مدير الكره هناك او نادر شوقي الراجل بيعلن اهلاويته او في عدد من اللاعبين المعارين؟ بالمناسبه السنه دي كابتن مختار مع الانتاج الحربي اتعادل مع الاهلي، حماده صدقي مع سموحه اتعادل ايضا مع النادي الاهلي، واخد بالك؟ كشري ناجح جدا مع اسوان وعامل فتره كويسه جدا. بعيد المدرب السنه اللي فاتت عماد النحاس بيقود المقاولين اتعادل مع كسب النادي الاهلي كمان. فاحنا بنتكلم في المبدا الرياضي، هو ده ما ينفعش ننتهكه ابدا. ما اقدرش الوم فريق اقول اصله بيلعب بجديه، يعني ايه بيلعب بجديه زياده؟ لو خرج بره قانون الكوره يتحاسب، لكن عنده تركيز عالي، عنده قتال في الملعب، بيلعب بروح عاليه، كلها مشروعه. وزي ما بيلعب مع الاهلي بيلعب مع الزمالك. بالمناسبه الجونه عشان ما ننساش، الموسم اللي فات الاهلي فاز في الغردقه بصعوبه شديده جدا 2-1. الجونه اللي تقدم في القاهره وفاز الاهلي في اخر دقيقه في القاهره، فاز الاهلي 2-1 والجونه اللي تقدم. الموسم الحالي الاهلي فارق كتير جدا والجونه كان عنده ظروف. في الدور الاول الاهلي كسب 4-0، في الدور الثاني الاهلي فاز بجون واحد لمروان محسن في اخر ثانيه. كان مع الزمالك الموسم اللي فات، الزمالك اللي المفترض يقال ان فيه كراهيه
فاز الزمالك في القاهرة على الفريق اللي انتوا بتقولوا بيلعب بقوة إضافية 3-0، اتعادلوا في الدور الثاني 2-2 في الغردقة. الموسم الحالي الزمالك فاز 2-0 في الغردقة و 4-3 في القاهرة، يعني نتائج الزمالك مع الجونة ربما كانت أفضل من نتائج الأهلي مع الجونة. فين القوة المضافة وفين التركيز الزيادة وفين الأداء الاستثنائي؟ أبدا مفيش. مش عايزين نزرع أي بذور لأي مشاكل أو حتى مشاعر ما بتطلعش من غير رياضية بين الفرق، ما بتخرجش، ما بيطلعش، ما بيخرجش من دماغ الجماهير. صحيح، بيبقى واقع بعد شوية. صحيح. لكن حتى بمناسبة ميدو، ميدو لما سئل عن احتراف محمود علاء وانتقاله لأي نادي، نشوفه قال إيه. محمود علاء كان ليا لقاء معاه، قال انا بالفعل قريب من النادي الاهلي، لكن لازم اعرف راي الكابتن احمد حسام ميدو، وهو محمود عايز يعرف رايك. احنا يعني بنأجل الكلام في القصه دي لغايه نهايه لغايه محمود لعيب قائد اتطور بشكل كبير جدا، صاحب شخصيه قويه، لعيب منتخبات. احنا بنقول ان كل لعيب ليه ثمنه، مفيش لعيب ملوش ثمن. لو جالنا العرض المناسب بعد نهايه الموسم هنفكر، لكن مش هنقف يعني في طريقه وفي طريق مستقبله، ودايما احنا بنقدر نجهز البديل. ده كلام احمد حسام ميدو وهو مدير فني الوادي دجله. لما سئل محمود علاء المدافع اللي عندك عنده عروض، لا ما عندوش، وبنركز ومفيش كلام الا في نهايه الموسم. هل الكلام كان في نهايه الموسم ولا الكلام اللي تدخل بيه او اللي قاله احمد حسام ميدو بنفسه؟ واحكي لكم بقى قصتي مع محمود علاء ومع ماجد سامي ومع وازاي ان محمود علاء راح نادي الزمالك، قصه يمكن بحكيها لاول مره. ماجد سامي كلمني قال لي يا ميدو احنا وصلنا لاتفاق مع النادي الاهلي ان الاهلي هيدفع 9 مليون جنيه في محمود علاء، وخلاص يا ميدو احنا هنكمل الدوري من غير محمود علاء. طبعا انا كنت عارف ان محمود علاء لعيب مهم جدا ليا وللاهلي لو راح للاهلي، لكن اكيد طبعا انا كنت اتمنى ان هو يروح الزمالك. قلت له طب يا ماجد لو جبت لك عرض افضل من الـ من الـ من الزمالك هتوافق ان هو يروح ولا لا؟ فقال لي طبعا لو في رقم اكبر، بس لازم يبقى فرق كبير، يعني ما ينفعش ان هو يبقى فرق. لا بصراحه ميدو لو فرق 9 و10 وبتاع، لا انا عايز 12. فقلت له انا لو جبت لك 12 من الزمالك هتخلص؟ قال لي خلص، بس اللعيب عايز يروح الاهلي. المهمه مش سهله، المهمه صعبه. وانا محمود يعني اخويا الصغير وعارفه كويس. المهم كلمنا الناس، كلمت المستشار مرتضى منصور، سات المستشار في لعيب عندي اسمه محمود علاء لو راح الاهلي هيفوق الديفنس بتاعه من 10 سنين الجايين. قال لي مين؟ تقول محمود علاء. طيب محمود علاء لو راح الاهلي هيفوق ديفنس الاهلي، عشان هو ده اللعيب اللي هم محتاجينه. مستشار مرتضى يعني ايه بيثق فيا، يعني عارف ان انا ماليش اي مصلحه جوه نادي الزمالك الا لمصلحه الزمالك. فانا عارف ان انا كده كده خسران اللعيب، انا خلاص خسرته، فخسره للزمالك احسن ما اخسره للاهلي انا بالنسبه لي. يعني بصراحه مستشار مرتضى منصور قال لي بيقول لك ايه يا ميدو الفلوس بكره هتبقى جاهزه. كلمت ماجد، قلت له ماجد ال 12 مليون جاهزين خلاص بتاع. ماجد طبعا قال لي تمام خلاص الموضوع مع الزمالك يعني مفيش مشكله. فابتديت ان انا اجيب محمود علاء، عندي الاوضه محمود علاء خلاص، يعني في اتفاق بينه وبين الاهلي. كلمت مع محمود وابتديت اقنع محمود، ومحمود يوميها بالليل مشي من معسكر العين السخنه راح لمسؤول الزمالك، تاني يوم مسؤولي وادي دجله راحوا خدوا الفلوس بتاعت من الزمالك وانتقل محمود علاء للزمالك. انا مش هعلق كتير الحقيقه، لاني انا عايز اعرف لو القصة دي نسبت إلى أحد مدربي النادي الأهلي الدنيا كانت مشيت إزاي إعلاميا، مشيت إزاي في اتحاد الكورة، مشيت إزاي إن مدرب بيسوق لاعبته وبيوجهها وبيحركها في الأماكن طبقا لانتماءاته وطبقا لأهوائه. يعني مش هعلق كتير لأن الكلام اللي اتقال مش محتاج، هو شارح نفسه، لكن الكلام اللي جاي يا استاذ ابراهيم هو اللي محتاج. بس انت هنا عندك لاعب في فرقه، هو قال ان محمود علاء كان خلاص متفق مع طب انا بقول لك، وماجد سامي وصل لاتفاق برقم مع الاهلي. ايوه وقال لك انا وجهته، ده لو مدرب من النادي الاهلي عمل كده وطلع يقول هذا الكلام الدنيا كانت قامت، ما عدتش وازاي ومش عارف ايه وخيانه الامانه
كان كلام كتير جدا اتقال يعني. فانا الكلام اللي جاي هو الاهم. بصوا احنا يعني بنتكلم في جزئيه اخلاص المدربين في فرقهم للعيبه اللي هي معاها، لادائه مع ملعبه. صالح موسى كان في الاسماعيلي، في الاسماعيلي احمد حسام ميدو قال له ايه اثناء مباراه للاسماعيلي مع الزمالك؟ كورنر، هتحكي لي اشهر موقف مع الاسماء اللي هقولها لك مع احمد حسام ميدو مدربك السابق. كنا بنلعب ماتش الاسماعيلي والزمالك في الاسماعيليه، وهو كان مدير فني وانا كنت بلعب نفس الخط، فكنت عامل ماتش مش طبيعي صراحه في الماتش دوت. كان حلو يعني. بالنسبه لي فكان عامل كل يعني قبل ما هم يكلموني ان الزمالك في الماتش دوت، عامل يقول لي لا اهدى شويه، ده انا عايزك اهدى شويه، انا هجيبك مش هيقدر، لازم اجيبك مش هينفع. فبعد الماتش على طول راح مكلمني وراح خلص معايا على طول. هو اللي طلب ضمك واصر على ده. وانت طبعا كنت تلعب في الاسماعيلي وقتها اثناء الماتش. هو ده الكلام الخطير يا استاذ ابراهيم. اللي فات لعيب هيتنقل من هنا لهنا، لكن ده انت مدرب الفرقه وعمال تقول له اهدى شويه، هيجيبك الزمالك. هو ده الكلام يلي بتزرعه فكره الكراهيه بين الاهلي والاسماعيلي، في ان بيروح في النور ياخد لعيب وبيدفع فلوسه، ولا بيسافر انجلترا يجيب لعيب كان قد سبق له اللعب للنادي الاسماعيلي، او بيروح يجيب لعيب من قطر بعد ما راح السعوديه ويرجع النادي الاهلي بعمل تردد. طب ده تسموه ايه؟ انا عايز بالله عليكم يا اصحاب المعايير التربويه تقولوا لي ده اسمه ايه؟ انه مدرب يقول لي لاعب اثناء اللعب اهدى شويه هجيبك الزمالك. هو احنا بنتكلم على قيم التنافس الشريف، يعملها اي مدرب مع اي لاعب في اي نادي، الكلام ده خطير جدا. هو يا استاذ ابراهيم يعني البطولات الحقيقه انا مبسوط من فتح موضوع الحلال والحرام. لان التوثيق خلاص بيحدد لنا مسار الحرام فين ومسار الحلال فين. صحيح. طيب احمد ياسر ريان لاعب من الاهلي معار للجونه، لما يؤدي ده اخلاص طبيعي. هو يعني لو لعب ضد الاهلي باستهانه واستكانه يبقى غلطان جدا، وعلى اي مسؤول في النادي الاهلي انه يلومه ولا يثق فيه. لكن لما يلعب مع الجونه ضد الزمالك بروح عاليه يتقال كلام تاني من احمد عفيفي. انت دلوقتي صديق للاهلي، دي حاجه ما تزعلش حد، تستفيد من الاهلي والاهلي بيستفيد منك، دي حاجه ما تزعلش حد. انتوا يا جماعه كلكم بتشجعوا الاهلي اصلا، حاجه ما تزعلش حد خالص. ومحدش ليه حاجه عندك بالمناسبه، تمام؟ ما تقحمش شخص تاني عشان تعمل معركه على السوشيال ميديا هزليه، اعتقادا منك ان الزخم ده هيؤدي بيا الى شيء. ما المشكله ان في تاريخ. احمد يعني ياسر ريان مش هيعرف يكرر اللي عمله حسين الشحات، عشان الجمهور واضح وصريح اهو. عشان شايف ان احمد ياسر ريان بيحاول يتقرب من جمهور الاهلي. مش احمد ياسر ريان لن ينجح في تكرار تجربه حسين الشحات الا لو في الملعب اجبر الاهلي انه يقول هات الراجل ده هنستفيد منه. لكن تجربه حسين الشحات في ماتش الترجي في كاس العالم للانديه كده، اللي جمهور الاهلي كان في منتهى السعاده بعدها، وتم استدعاء حسين الشحات باي رقم نظرا للزخم الجماهيري اللي حصل. انا بقول لك كلام بقى واضح وصريح بالاسماء اهو، وانا بحترم كل الناس واحترم حسين الشحات بالمناسبه نفسه يعني، اتمنى له التوفيق. لكن ده اللي حصل. في محاولات بقى لاعاده انتاج التجربه. اعاده انتاج التجربه اللي هو فلان عمل كذا انتهى بيه الى كذا، طب ما نعمل الكذا عشان ننتهي بنفس النهايه. طيب هنا الكلام على انه حسين الشحات استعطف جمهور الاهلي واستدر عطفها وهو في العين، عشان كده راح الاهلي جابه. بص هو استدر عطفها عشان يتنقل من نادي مصر الى نادي الاهلي، ده كان في العين بياخد مبالغ قد كده، ده دفع فلوس من جيبه، مش هو مش محتاج يستدر. قلت لي 80,000 دولار تقريبا. 800,000 دولار. 800 اكتر من 800,000 كمان دولار. طبعا سابه علشان يعني مكافاه كاس العالم للانديه ومكافاه الدوري ومكافاه اكتر من كده، انما عشان يجي النادي الاهلي. هو ما جاش النادي الاهلي عشان بس الفانيلا. الراجل جه النادي الاهلي لمستواه المبهر. صحيح. سواء في المقاصه، راجل لعب فاينل كاس العالم للانديه وهدف،
صحيح. يعني وهدف في بطولة العالم للأندية. صحيح. هو ما جاش عشان بس الفانيلا, وجه لأنه ساب إغراءات الخليج بكل ما فيه. النهاردة أحمد ياسر ريان مش عشان يرجع, ده راجل معار من النادي الأهلي. هو مصطفى محمد ما كان معار في طنطا ورجع النادي الزمالك. طب يعني هيرجع؟ ما هو لازم يتألق عشان يرجع, مش محتاج إن أنا أجزأ انتمائه. هو أنت مصطفى محمد لما تألقش في إعاراته كان رجع الزمالك؟ إطلاق. إذن هو بيلعب لصالح نفسه اولا, بيقنع نادي الاصل انه يستعيد, مش هيتنصل من انتمائه للاهلي. يعني صحيح. مش مطلوب منه انه لا يغل ولا يتهاون, مطلوب منه انه يجيد عشان يثبت انه تطور ويستحق الفانيلا بس. لكن بمناسبه حسين الشحات وانتمائه وحبه للاهلي, انا الحقيقه كنت شاهد على حاله زي كده. كان جه ضيف في بوابه اخبار اليوم في حوار وطلب ان انا اكون موجود, فرحت سلمت عليه وحضرت وهو كان لسه في الامارات. يعني هو كان في الامارات في دوري بس انا سمعت من وقتها هو واخوه محمد من رغبته في الانتقال للاهلي اللي خلاني اقول له لا فعلا الاهلي دي النوعيه اللي المفروض تكون موجوده في الاهلي بالظبط, اللي عندها هذا الدفء العالي جدا واللي عندها هذا الاحساس بقيمه النادي اللي عايزه تمثله. الانتماء جزء اساسي من نجاح اي لاعب محترف, تجريف المشاعر ما تخلقش نموذج ناجح. أفكركم بحسين الشحات في حواره مع بوابة أخبار اليوم. اتعرض الأهلي بمليون و200, اتعرض الزمالك بكام؟ لا معرفش الزمالك كام, لأن الزمالك أول ما كان في الأهلي أنا يعني افتكرت. طيب أنت أول ما الأهلي جالك أعلنت بوضوح إنك مش عايز تروح إلا الأهلي, واعتقد دي كانت عامل مشكلة مع اللي هو محمد عبد السلام. ليه الأهلي؟ يعني انت لاعب محترف واخد بالك, مش كتير من المحترفين بيجاهر بديت وبوضوح. دي اتعلمت جامد عند الجمهور, لكن مؤكد ان عملت مشكله. بتتكلم على المنتخب. عملت مشاكل مش مشكله. ليه بقى؟ يعني المفروض في ناس, يعني في ناس كتيره ممكن بتفهم الموضوع ده. انا ممكن العب بمشاعر اي بوضوح, انا عادي, انا اهلاوي لو جالي فلوس اكتر في الزمالك هروح. في ناس كتيره بتروح كده. صحيح. يعني في ناس كتير, في الأندية كتير بتعمل كده. بس انا مش حابب ان انا اعمل كده. حابب العب في النادي مثلا, هو ان انا بحبه, ان انا بحبه, ان انا بشجعه, ان انا ببقى مبسوط وانا فيه. يعني انا في يوم من الايام انا بشجعه كده كده, كنت بروح ماتشات. انا ليه مثلا اروح مثلا نادي تاني؟ مع احترامي ليه طبعا, نادي الزمالك نادي كبير, محدش يقدر يتكلم عنه. لكن انا شعري هنا. انا مشاعري هنا, انا ممكن اروح نادي يعني الزمالك وانا اهلاوي. الجماهير هتعرف كده, هتيجي في ماتش اهلي او اي ماتش ممكن اضيع انفراد من غير ما اقصد. الحاج يقول لك ايه؟ هو حاجه بس انت اهلاوي فانت عايز تفصل الزمالك. طب ما انا ليه اعمل كده؟ يقول لك بس انت جاي تاخد فلوس. طب ما انا ليه اعمل كده؟ انت اول واحد لو انت بتحبني هتكرهني. انت جاي تاخد فلوس بس مني, مش هتعوز مثلا انت تيجي ده النادي انت بتحبه, لا انت كده جاي تاخد فلوس بس ومقضيها. يعني لما يكون الحب الواضح والانتماء الواضح على لعيب زي كابتن حسين الشحات يتزامن مع موهبة وقيمة فنية عالية جدا, راجل سنتين ورا بعض بينافس على هداف الدوري, اتنقل من كذا مركز. اولا حسين الشحات جاب جون في النادي الاهلي لما لعب جون رائع جدا في ماتش يمكن خسرناه, مش فاكر ولا اتعادلنا, خسرناه 3-2 وجون انطي جاب جون قدام المقاصد. اذا هو يعني بكل الحب ده ما حدش يقدر يقول له انت بتتهاوى, كان في منتهى الجديه. طيب لما زي ما بقول لك راح اثبت وجوده في الدوري الاماراتي وفي كاس العالم للانديه, الحب الجارف مع الموهبه العاليه مع التضحيه الكبيره مع الشخصيه يعملوا هذه القيمه الماديه اللي مش خساره فيه, لان زي ما الاهلي حط هو كمان حط, ولازم احنا كمان نحطه في عينينا. لازم نحط حسين الشحات وكل لاعب بيلعب بحب وانتماء في عينينا, لان فعلا ديت الايقونات الاهلاويه المهمه. فاصل ونتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه بيداهمنا الوقت بدون ما نقدر نستوفي بقيه المحتوى, لكن المهندس عادلي بدا الحلقه بالحديث عن الاحترافيه. وهل الاهلي وهو ماشي بهذا الشكل الاحترافي بيتحسب
جزء كتير جدا من العمليه الاحترافيه التحسب. التحسب من ان انا اتوقع ايه اللي هيحصل او انا في حاجه هتواجهني فتحسبا ليها بيكون عندي تصرف مستقبلي يسد هذا الفراغ. مؤمن سليمان او الكابتن مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق كان عنده وجهة نظر لما الاهلي تعاقد مع طاهر محمد طاهر كان ليه؟ نشوف احترافية الاهلي كانت عاملة ازاي. صفقة طاهر لا تكفي الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي؟ تكفي. تكفي. رمضان صفقة طاهر ممتازة جدا جدا جدا. يعني اشاد بالصفقه بس اعتقد ان بيت الحديث كان بيقول انها قادرة على التعويض يعني. بالظبط. ما اعرفش الفيديو لكن نشوف برضو التحسب جزء بقى من التحسب الاحترافي الاداري. النادي الاهلي بيعمل عقد مع فايلر، فاكرين لما الاهلي عمل العقد وقال ان في مده السلامه القانونيه 10 ايام من 1 ل 10 اكتوبر ايا من الطرفين من حقه يفسخ العقد بدون تحمل شروط جزائيه. يعني لو الشرط الجزائي راتب 6 شهور 1 اكتوبر ل 10 اكتوبر اعمل اللي انت عايزه. عشان كده رينيه فايلر امبارح ما كانش قبل الساعه ما تيجي 12 ويبدا العد في اليوم الجديد مش عايز ينطق كلمه ان انا ماشي، واضح جدا ان محاميه او وكيله منبهه. طب هل فتره السلامه القانونيه اللي الاهلي حطها تحسبا؟ طبعا تأجيل البطولة بسبب كورونا خلى الفترة بتاعت 1 ل 10 اكتوبر جاية في المدة اللي مش تفيد الطرفين قبل كأس الأمم، قبل دوري الأبطال. الزميل محمد شبانة شاف انه الزمالك استفاد من تفكير الأهلي الاحترافي في تعاقده مع باتشيكو. ازاي؟ نشوف. باتشيكو وقع رسمي لنادي الزمالك، ما رضيش ينزل التمرين، قاده حتى مدحت عبد الهادي، قال لك مش هنزل اللهم امضي واخد المقدم يا نجم، وخد المقدم بتاعه. احلى حاجه حصلت في هذا الامر ان نادي الزمالك حط بند في العقد والله العظيم ان من حق احد الطرفين الزمالك او باتشيكو فسخ هذا التعاقد دون شروط جزائيه على الطرفين في اول 10 ايام من شهر 11. تخيلوا بقى، يعني باتشيكو نفس قصه فايلر، لو جه الاتحاد الافريقي دلوقتي اجل دوري ابطال افريقيا تاني لشهر 11، نفس الفيلم اللي عشناه في فايلر هنعيشه في باتشيكو. الزمالك عامل البند ده قال لك يمكن يخسر افريقيا، يمكن يخرج بفضيحه، يمكن يطلع الراجل مقلب، يمكن يكون نسي التدريب، مش كده؟ الله اعلم. فالزمالك حط البند ده هو كمان زي ما الاهلي كان حاطه مع فايلر اول 10 ايام في نوفمبر من حق احد الطرفين يخلع ويسيب التاني دون اي شروط جزائيه، استنادا على ايه؟ انه فاينل افريقيا 6 نوفمبر. اذا الزمالك كسب الرجاء ان شاء الله هيوصل فاينل ويلعب يوم 6 مع الكسبان من الاهلي والوداد، وان شاء الله الاهلي يكسب يبقى الزمالك والاهلي يلعبوا على الارض استاد القاهره او في برج العرب ويبقى الماتش عندنا هنا في مصر. بعدها الزمالك يقول لباتشيكو بقى اهلا 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 شرفت او سلام يا عم الحاج. وطبعا في جميع الاحوال اذا الزمالك وصل فاينل افريقيا يبقى نسبه بقاء باتشيكو 70%، اذا الزمالك كسب افريقيا يبقى نسبه بقاء باتشيكو 600%. هنا كابتن شبانة والاستاذ محمد شبانة بيشيد باحترافية الزمالك الذي تأسى باحترافية الاهلي الذي يراه البعض خطأ لا يعني ما عندوش احترافية. عشان اقطع لك بقى الليلة دي كلها، النادي الاهلي هو النادي الوحيد الحاصل على رخصة الاتحاد الدولي للأندية المحترفة طبقا للمعايير الاتحاد الدولي وقدمها للاتحاد الافريقي، وهو النادي الوحيد الذي فعل هذا. اذا كان ده مش ما عندوش احترافيه فقول لي مين بقى اللي عنده احترافيه. جونيور اجاي اصابته اجهاد في العضله الخلفيه بسيطه، يحتاج 3 4 ايام راحه ويدخل التدريبات ان شاء الله، وبتر موسيماني يصل فجر الجمعه باذن الله تعالى ويقود تدريب الاهلي الجمعه استعدادا للقاء الاحد باذن الله تعالى. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.
كلام بجد شد وجذب خد وهات وهات وخد بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة.